أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. ابتسامة جميلة وإرادة قوية بتتحدث صديقتنا الجميلة الأعاقة. صديقتنا الجميلة لديها بدر هي أحد الساقين، وباستخدام عكازات من المعدن تغرس صديقتنا الجميلة للحياة وبإرادة قوية بتتحدى الأعاقة وبتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج جميل كل متحدي الأعاقة، بقوة إرادتها وعزيمتها وإصرارها على النجاح قدرت تثبت إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس الجسد، وإن مهما واجه أصدقائنا من سوء الإرادة من إعاقات وتحديات بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها وقادرين على وقادرين على كسر كل القيود اللي فرضتها عليها الإعاقة. أصدقائنا من سوء الإرادة قادرين على الحياة.